يرخي الغياب المدوي لوزراء المعسكر الوطني بزعامة بيني غانتس بثقله على اجتماع الحكومة الإسرائيلية، لا لأنها المرة الأولى التي يتغيب الوزراء الثلاثة عن هذه الجلسات، وإنما لأن تصريحات أحدهم أدرجت الغياب في سياق المقاطعة السياسية على خلفية ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بتصدعات داخل مجلس الحرب أبرزتها جلسة الخميس الفائت. والتصدعات تلك التي تخللت ما وصف بالجلسة الحكومية العاصفة تمحورت حول الانشقاق بين معسكر نتنياهو المعارض لتحقيق اقترحه الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر ومعسكر غانتس الداعم لذلك. وما تلا تلك الجلسة لم يكن أقل عصفة، فتصريحات غانتس وصفها الإعلام المحلي بأول تهديد علني لنتنياهو، حيث اتهمه بإسكات النقاش الوطني بشأن هجوم حماس وحمله مسؤولية الاختيار بين الوحدة الوطنية أو السياسة. إلا أن رسائل غانتس اللاحقة بدت وكأنها تسعى لرأب الصدع داخل حكومة الحرب، فقد رسمت تغريدته الأحد صورة جبهة موحدة هناك بشأن التهديد القادم من لبنان وكيفية التصدي له. تغريدة فسرها الإعلام الإسرائيلي كمبادرة للدفاع عن نتنياهو في ظل ما نقله تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول تخوف الاستخبارات والمسؤولين الأمريكيين من أن يلجأ نتنياهو إلى توسيع الحرب نحو لبنان في مسعى لإنقاذ نفسه سياسياً. وإذا كانت رسائل غانتس المتضاربة تخلط أوراق المشهد السياسي، فإن الكثير من المحللين الأمريكيين والإسرائيليين يرون بأن حرب التصريحات التي أعقبت جلسة الخميس لم تكن سوى بداية مشوار التأزم بين المعسكرين، لا سيما وأن الاستطلاعات المتتالية بما فيها ذاك الذي نشرته صحيفة معارف الجمعة يرجح كفة غانتس في أي انتخابات إسرائيلية قادمة، ويضع مستويات التأييد نتنياهو صاحب العهدة الأطول في تاريخ إسرائيل عند مستويات متدنية قياسية. والتأزم يربطه المحللون أيضاً بالصوت المرتفع بالطراد بين أصوات أسر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ضد حكومة نتنياهو، حيث علت خلال الأسابيع الأخيرة وصولاً إلى تظاهرة السبت شعارات تطالب باستقالة الحكومة والتوجه نحو الانتخابات، مؤشرات ترى فيها واشنطن بوست مقدمة لما تصفه بكرة ثلج قد يدحرجها انسحاب غانتس من الحكومة إن تم، وتشير إلى أن شرارة الانتخابات الجديدة قد لا تتطلب من الأخير سوى إقناع 5 مشرعين بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، بخاصة مع تصاعد أصوات النقد للأخير داخل الكنيست. לקרובי החטופים אני אומר גם מעל הבמה הזאת אנחנו לא